بس خلينا نتكلم ان كمان التصريحات موسيماني بعد المباراه كانت على مستوى المسؤوليه، على مستوى المدير الفني، قال فيها ان الفريق طبعا اهدر عدد كبير جدا جدا من الفرص امام البنك الاهلي، وقال يعني الفريق قدم كل ما في استطاعته في هذه المباراه، ما كانش فيه هناك اي خطوره على مرمى محمد الشناوي، حتى ما كانش فيه تسديده ولا ضربات ركنيه، لم يحالف الفريق طبعا التوفيق خلال الفرص اللي اتيحت ليه. كمان قال موسيماني انه بيحترم طريقه اللعب، لان اكيد اتسال في خلال المؤتمر الصحفي طب رايك ايه في الحاله الدفاعيه او فريق واقف بشكل بلوك دفاعي طول ال 90 دقيقه، هو طبعا الراجل بكل احترام قال هو بيحترم طبعا طريقه لعب المنافس، وهي دي الطريقه اللي تناسب امكانياته. خلينا نتكلم ان كمان يعني البنك الاهلي نجح اكيد في الحصول على نقطه مهمه جدا جدا، وانه بيخرج بشباكه نظيفه امام المارد الاحمر، دي كمان تحسب للكابتن طبعا محمد يوسف اكيد يعني. طيب احنا بنتكلم طبعا محمد يوسف طبعا النهارده بيدير النهارده يعني اللاعب في مباراه مساحته ضيقه بتناسب الخطه اللي لعب بيها النهارده. طبعا واحنا كمان بنحييه، لكن انت النهارده بتتكلم على ماتشات كبيره صحيح. لازم يديرها حكام دوليين، خاصه لما تضيع منك او تخسر منك نقاط زي ديت وفي خلال المشوار الطويل دوت صعب جدا. الحكام اللي مش دوليين نحن نساندهم، وبس مش في مباريات اللي زي ديت، نساندهم في المباريات اللي الى حد ما قد تكون سهله، مش المباريات اللي زي ديت. فطبعا النهارده يمكن موسيماني كان بيكلم او وضح هو ليه دفع بوليد سليمان من البدايه، قال ان وليد سجل في المباريات اللي فاتت وكان يستحق فعلا الحصول على فرصته، لكن هو النهارده بيتعرض لاصابه، وقال ان وليد سليمان بيمتلك خبرات كبيره وعندنا، ولما طبعا هو حس انه يعني انه تعب شويه او في يعني الام في العضله خرج من الملعب وتم الدفع بوالتر بواليا. المهم بقى ورساله طمانه طبعا لجماهير النادي الاهلي في تصريحات موسيماني النهارده لما قال انه مش قلقان على النادي الاهلي، قال كده، قال انا مش قلقان، خاصه انه الفريق النهارده بيحقق العديد من الفرص خلال المباريات وبيصل الى مرمى المنافسين كتير جدا. لما اتكلم عن والتر بواليا تحديدا موسيماني قال انه بيحاول جاهدا تسجيل الاهداف وربما يكون تحت ضغوط. اكيد طبعا احنا مش بننكر ان بواليا النهارده من وقت ما انضم النادي كبير يا كابتن هاني لازم يكون حاسس بهذا ضغط، حتى وان كانت دايما النصايح اللي بتوجه له او الرسائل لا ما يلعبش تحت ضغوط، لا لازم يركز، بس انت عندك الضغط كده كده لازم يلحقك طالما بتلعب في النادي الاهلي. طبعا الضغوط متواجده، لكن هو عندك. لازم سريعا ده اللي بنتكلم فيه، انه احنا يعني مهتمين بمهاجم جيد جدا عنده امكانيات جيده جدا، يمكن صادفه سوء حظ شويه، لكن احنا مؤمنين بامكانياته، لكن هو سريعا لازم سريعا يتخلص من هذه الضغوط ويعرف ان النادي الاهلي بيلعب على بطولات كبيره جدا، ان النادي الاهلي كمان جماهيره يعني لا دايما عايزه الافضل وعايزه الاحسن، فاكيد بويلا كمان بيشتغل على نفسه بشكل كويس، لكن نتمنى ان شاء الله ان كمان يعني مستواه مش هقول لك يصل زي الجونه، لا مستواه كمان عمليه التجانس تكون افضل شويه، عمليه التركيز داخل ال 18 يتخلص بس من التوتر اللي عنده، انا شايف انه عنده شويه توتر، لو التوتر ده يعني اتزال بشكل او باخر، انا بحس في كل لعبه يا سهام انه بحس انه تحت اختبار، حتى لو باص صغيره اللاعب الكوره لو حس انه دايما تحت اختبار. انا بحس انه من اول يوم عايز ينزل يسجل، هو عينيه على طبعا يعني على التسديد بس طبيعي، لكن هو متوتر شويه يعني. متوتر عنده نوع من انواع التوتر، لكن خلينا نتكلم كمان جزئيه على وليد سليمان. في اعتقادي انه طالما وليد سليمان اشتكى في عمليه الاحماء، لانه اشتكى في عمليه الاحماء قبل بدايه المباراه، اعتقد كان من الواجب انه يريحه، يعني موسيماني يريح وليد لان ويستفيد منه وليد دايما في الاوقات الصعبه بتلاقيه، يعني لو كنا استغلينا مثلا وليد في اخر ربع ساعه اخر نص ساعه اعتقد دي كانت هتبقى افضل، لكن كل اللي بنتكلم فيه حسابات واحنا قاعدين في البيت بنتفرج على التلفزيون. الضغوط على المدرب بتبقى كبيره جدا، الافكار السريعه والتغييرات السريعه دايما بتبقى ليها يعني ليها ضغوطات، لكن
كلنا ان شاء الله نتمنى ان يعني هذه الكبوه هتعدي سريعا. النادي الاهلي دايما حتى لو وقع في السكه في مباراه ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله هيعوض، والشكل كمان هيتحسن بشكل اكبر ان شاء الله باذن الله. اكيد النهارده طبعا ما كانش يومك يا اهلي، وده الكلام اللي جه طبعا على لسان موسيماني انه اليوم لم يكن يوم الاهلي، وخاصه وانه الفريق كان في منتصف ملعب المنافس طول المباراه، ضغط بقوه صحيح لكن التوفيق ما حلفوش وغاب عن اللعيبه في اكتر من فرصه زي ما احنا قلنا، ويعني خلاص ومباراه وعدت وخلاص يعني مشوار لسه طويل، مشوار طويل وباذن الله يعني دايما احنا بنتكلم دايما لو في سلبيات بنتكلم عليها عشان ان شاء الله الفتره الجايه تكون افضل. عندنا كمان خبر مهم في النادي الاهلي عن نجمنا طبعا وليد سليمان. طبعا عارفين يعني وليد كان عنده اشتكى شويه وهو بيعمل احماء من العضله الخلفيه، واعتقد كلنا شفنا وليد بعد مخروجه كان بيشتكي من العضله الخلفيه. الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق قال ان وليد سليمان ان شاء الله هيعمل اشعه سونار بكره باذن الله، عايزين نطمن على سلامته، وهنا كان بيشتكي من العضله الخلفيه خلال المباراه طبعا البنك الاهلي. وليد سليمان ان شاء الله بكره هي عنده يعني اشعه مقطعيه او اشعه بيشوف زي ما احنا شايفين، هو بيشتكي من عضله خلفيه اعتقد لرجله اليمين، ودي من الاصابات اللي لازم يعني اللعيب لازم يكون مهتم بيها جدا والجهاز الطبي، لان العضلات يعني من الاصابات الغلسه شويه، واي اصابه في العضله الخلفيه الاماميه بتعطل اللعيب كتير جدا. فنتمنى نكون شد خفيف قوي لوليد سليمان اللي يمكن الاسابيع الاخيره بيأدي ادوار رائعه مع النادي الاهلي، ان شاء الله تكون اصابه خفيفه خلال ان شاء الله يومين ثلاثه يتعافى فيها وليد سليمان ويرجع تاني بكامل قوته باذن الله.